هناك عادات سيئة تزيدك من خطر الإصابة بمرض السرطان. يجب التركيز على الوقاية منها. أولا، تتناول نظام غذائي غنيا بالفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات، تجنب اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة بجانب الصودا والمحليات الصناعية. اختار الماء دايما إن أمكن. التوتر المفرط وارتفاع الضغط وسرعة ضربات القلب ممكن تؤدي إلى الإجهاد، إلى عادات سيئة أخرى مثل الإفراط في تناول الطعام والتدخين وشرب الكحول. كل هذه العادات تم ربطها بالسرطان. عافاكم الله وعافانا.